سلام عليكم شيخ علاء الغزي، انا رامي عيسى، حياك الله. لا، هذا الاتصال رقم 4، هذا الاتصال رقم 4. الاتصال الاول خلص. انت رامي عيسى ولا الشيخ محمد علي السعد؟ لا، انا رامي عيسى وبستخدم التقيه اللي ابي عبد الله قال لي عليه. يا ابو عبد الله، شو لك علاقه بابو عبد الله؟ انا ابو عبد الله قال المتعه، امرنا بالمتعه بالبكر بغير اذن وليها، وانا عايز بنتك اتمتع بيها كما في كتاب تهذيب الاحكام، وامرنا بالتقي. والله اذا انسان طيب ومؤمن طيب انت، بس اذا انطيب اعوذ بالله، تاتي بنتك البكر يتمتع بيها ويردها لك تاني؟ اي انطيب اذا انسان مؤمن. اعوذ بالله، اعوذ بكفاكم دياسه يا علاء، يعني ياخد بنتك نص ساعة ويرجعها لك تاني؟ كفاكم دياسة يا علاء، افد بقى من ايدي هؤلاء اصحاب الدياسة دين الامامية الاثنى عشرية. انا لا اوافق ببنتك ورب الكعبة، هذا عندنا زنا، اعوذ بالله. انا الزمتك، بس اردت ان انا الزمك بهذا المعتقد الباطل. اي انا معتقدي حق واصلا واتشرف. يعني تتشرف ان واحد يجي ياخد بنتك نص ساعة ويرجعها لك تاني؟ كل طبيعي. طيب. شكرا طبيعي. شكرا، تم تسجيل المكالمة، شكرا لك علاء. لا اريد شيء اخر، لا اريد شيء اخر. سمعت يا شيعي، شيخك علاء الغز بيقول ايه؟ يتشرف يدي بنته لواحد نصف ساعة تمتع بها ثم يعيدها اليه مرة اخرى. بالله عليكم، هذا دين يا شيعة؟ يا عم شيعة فيكم ورب الكعبة، هؤلاء دجاجلة، هؤلاء اهل ضيافة، ماذا يريدون من نسائكم وأبنائكم؟ أنا معكم شيخ الشيعة علاء، مش عارف يعني ده شيخ في الحوزة ولا بيعمل ايه في الحوزة ده، أعوذ بالله. كان معكم شيخ الشيعة علاء الغزي.